مشاهدينا، من العمليات الرائجة في مجال العظام والمفاصل هي عمليات استبدال المفاصل وزرع مفاصل صناعية. اليوم من داخل ثياتر العمليات سنصور لكم عملية لاستبدال مفصل الورك، وذلك لحالة شاب تعرض لحادث سير، فسيتم لدواعي طارئة إجراء هذه العملية له من قبل الطبيب المشرف على حالته. ضيفنا لليوم الدكتور إحسان العبوسي، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري. حياك الله معنا دكتور إحسان. أهلا وسهلا بكم. صحة وعافية. صحة والعافية دكتور. صحة وعافية جميعا إن شاء الله. دكتور، بداية يبدو أن العملية من النوع المعقد. هي تعتبر عملية روتينية لتبديل المفاصل. نعم تعتبر كبرى. نعم. بس هو جزء روتيني لكل عمليات المفاصل. لنطور سوق تغيير المفاصل كثيرا خلال آخر السنوات الأخيرة. صحيح. أولا من ناحية جودة المنتوج واكتمال الحركة والنوع المفصل. نعم دكتور، يعني بس مو ديكيس هاي العملية؟ لا لا طبعا لا تعتبر ديكيس، لازم تحضير قبل يوم دخول المستشفى، وتستلزم بقائه في المستشفى أيام بعد العملية لإجراء العلاج الطبيعي أيضا. بالضبط، بعد العملية. نعم. هذا يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي مكثفة. نعم. قد تأخذ منه عبارة عن من 3 إلى أسبوع. نعم دكتور، إحنا بنسمع كثير بأنه عملية تبديل مفصل الورك تكون لمن عانى من خلع الولادة، لكن أنه تعرض لحادث سير يمكن، خصوصا إذا كان في عمر شاب شوي، أنتوا كأطباء ما تتخذوا القرار بسرعة، خصوصا وإن عمر المفصل لا يتجاوز 20 إلى 25 سنة. صحيح هاي كلام مضبوط. أسباب كثيرة لتغيير المفاصل خصوصا عند الشباب، أهم. نعم. واحد فيهم هو الإصابات، سواء كان حادث سير، إصابات رياضية، بعض الأحيان نقص تروية في رأس عظمة الورك يؤدي إلى تآكل. نعم. مبكر. نعم. نعم. الخلع الولادي بالسنوات الأخيرة قلت الحالات بسبب التشخيص المبكر للخلع في السنوات العشرين الأخيرة، فبالتالي بطلنا نشوف حالات، إلا ما الحالات القديمة المهملة. نعم. نشوفها، بس بالغالب بطلنا نشوف الحالات الخلع الولادي سابقاً. هذا واحد. نعم. المفصل هو تغيير حياة الشخص من واحد معاق يعرج يمشي كم خطوة إلى حركات تامة ويركض على التريدميل يومية 5 إلى 10 كيلو. هذا السؤال اللي دائما نسمعه، بأنه هل أنا أعود لممارسة الحياة الطبيعية التي كنت أحلم بها بعد عملية إجراء المفصل؟ بالغالب نعم، يرجع حياته طبيعية تماما إذا كان عضلاته تسمح. نعم. أموره تمام وعمل جلسات علاج طبيعي، يرجع حياته طبيعية تماما. بس متى؟ نقول فترة النقاهة تكون من 6 أسابيع إلى 3 أشهر. نعم. بعدها يرجع إلى حياته الطبيعية تماما. دكتور، الآلام ما بعد العملية تطول مدتها؟ نعم. أولاً عندنا آلام نعطيها موضعياً أثناء العملية، وفي أيضاً نعطي علاجات بالوريد. نعم. تتكون من نوعين، علاج الألم ومخدر عند اللزوم. المشكلة دكتور أنه خلال فترة بقائه في المستشفى تبقونوا على الإبديورال، تبقونوا على المورفين وهذه الأدوية المسكرة، لكن في حال خروجه وعودته إلى منزله تبقى الآلام وتعود له بشكل مبالغ فيه، لا تحتمل ولا تستجيب للمسكنات. كيف يتم التعامل معها في هذه الحالة؟ أغلب الآلام تكون أول 4 إلى 5 أيام، هذا أكثر ألم. بعدها يكون على شيء بسيط مثل البنادول، يأخذ بصورة مستمرة. نعم. ويحس بها أوجاع. أغلبهم على البنادول بالنسبة له كافي جدا، يمكن جزء منهم الخوف يزيد عليه الوجع، بس بالحالات الاعتيادية فقط حبة بنادول، حبتين كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات. نعم. بعد 5 إلى 7 أيام تغني عن أخذ مسكنات قوية. بالعودة دكتور إلى هذه العملية، كم مدة العملية؟ هذه العملية مدتها يعني تتراوح من 1.5 إلى 2 ساعات حسب وضعية حفر العظم. نعم. كم ياخذ قياس؟ نعم. تأخر أم لا؟ بالعادة هذا هو الوقت. في حالات دكتور بأنه أنتوا بتفضلوا مثلا وقتها أنه ما تعملوا العملية حتى لو كان المريض بحاجة ماسة لها؟ نعم طبعا، كل ما كان عمر المريض أكبر كل ما كان أفضل، بس بعض الأحيان المريض بطل يتحرك، بطل يمشي على ركاز نومن. يعني مثلا هذا يريد يشد قيطانه ما يقدر يشد قيطانه، يركض ما بيقدر، يوقع. نعم. يصعد على السلالم يقدر يرفع رجليه على السلالم، فبالتالي تغير نمط الحياه عنده، فبالتالي بهذا الشيء يرجع حياته الطبيعيه بعد مرور يعني نقول يعني 6 إلى 3 أشهر من تاريخ، 6 أسابيع إلى 3 أشهر من تاريخ العمليه. نعم. تكون اموره تمام. سمعنا كثيرا دكتور بان هنالك انواع حديثه من المفاصل اللي تسمح بمرونه الحركه وانسيابيتها في عده اتجاهات. كنا مضبوط، في انواع كثيره من المفاصل. نعم. وكل ما تنزل كل سنه او كل كم سنه تنزل موديل احدث. نعم. الموديل الاحدث معناته عمره اطول، حركته اكثر، ألمه اقل. نعم.
في حسب مثلا هذا المريض اخترنا نركب له مفصل السيراميك من شركة جونسون. نعم. هو الأحدث دكتور. هو الأحدث ونفس الوقت عمره أطول، افتراضي أطول، ألمه أخف. حتى السيراميك كان سابقا سيراميك معروف أنه يطلع أصوات مزعجة عند المريض، هسه بطل هذا الشيء. دكتور إن شاء الله في حالة معينة بأنه مثلا المريض أراد أنه يغير المفصل لاحقا أو مثلا تعرض لوقوع أو سقوط وانكسر المفصل، شو الإجراء الطبي في هاي الحالة؟ إصابة ما بعد المفصل بالغالب احنا نخاف من الخلع بعد المفصل، نسبة الخلع بعد العمليات هاي تقريبا 1 إلى 2% تحديدا بالمئة. مفصل الورك دكتور؟ تحديدا مفصل الورك واي مفصل ثاني، يعني 1 إلى 2% مضاعفات العملية هاي اذا كان الوضع الصحي سليم. نعم. نخاف بس من هذا الشيء انه يكون مشكلة ال متى يتعرض للخلع دكتور المفصل؟ بالغالب ما يتعرض، بس في حالات معينة مثل إصابة، وقع، هالإصابات مثلا كان عنده مشكلة قبل العملية مثلا. نعم. أغلب الحالات نشوفها في الخلع الولادي تكون. نعم. يعني أشياء بسيطة. كيف تتصرفوا في هاي الحالة دكتور؟ أولا في أغلب الحالات ما تحتاج إلى عملية أخرى، بس إذا كان إنه صار عنده كسر بالعظم لا هذا يحتاج إلى تغيير المفصل. نعم دكتور، نسمع كثيرا أيضا بأنه اللي عانوا من خلع الولادة التطوري هم بحاجة لتبديل أكثر من مفصل. لا ها اذا كان قصدك على عمر صغير. نعم، بس اذا عمل هالعمليه على عمر صغير مثلا 20 25 30 سنه. لا دكتور، في عمر متاخره. عمر متاخر اذا كان عظمه كويس ما في مشكله، اذا كان عظمه ضعيف نضيف عليها سمنت، سمنت طبي. نعم، السمنت الطبي يخلي المريض يمشي من ثاني يوم بدون اي وجع، فبالتالي هذا يحميه انه لا سمح الله اذا كان عظمه يعني صعب يبني يكون هذا السمنت يحل محل تكوين العظم. دكتور، ما هي المضاعفات المتوقعة لإجراء عملية استبدال المفصل بشكل عام؟ أهم مضاعفة هو الالتهاب، أهم واحد وأكثر واحد إحنا خافنا عند الجراحين هو الالتهاب. نعم. فلازم يتحضر تحضير المريض جيدا. نعم. نعمل له فحوصات شاملة مثل فحص البول، فحص الدم، نتأكد جسمه نظيف، ما عنده مشاكل بالأسنان. نعم. أي التهاب بالجسم ما عنده، نتأكد أموره تمام، يتحول على الدكتور باطني. نعم. يقول إنه لا مانع من إجراء عملية، بعدها يتحول عادي. دكتور، لماذا نسمع كثيرا بأنه خطر الجلطات محفوف كثيرا بهذه العمليه؟ هاي نسبه الجلطات العمليات هاي عاليه جدا. السبب دكتور يعني تعطوا مميع لمده شهر الى شهر ونصف على الوقت. نعم. شو هو كل الدراسات تحكي لك انه الجلطات المجهريه المتبين بالعين نسبتها عاليه جدا خصوصا بالمفصل، 80% نسبتها المتبين بالعين، يعني سريريا قد تصل الى 10%، بس مع وجود ادويه المميع ادخل الى نسبه 1%، فبالتالي نعطيه مميع لمده 21 يوم الى شهر. نعم، حتى نلغي او نقلل احتماليه حدوث تجلطات. نعم دكتور، وبالتاكيد طبعا للعلاج الطبيعي دور في انه يحافظ على حركه المريض بحيث انه يحافظ على انه الدوره الدمويه تكون سائره بشكل طبيعي في الجسم كما لو كان قبل اجراء العمليه. كلام صحيح سليم. دكتور، هل تفضل مثلا نوع معين من المفاصل توصي بها مرضاك ام هو يتوقف على المستوى المادي والحاله الماديه للمريض؟ هي بالغالب افضل شيء تستخدمين مفاصل الرصينه، الشركات المعروفه الرصينه، لانه هذا معروف. ثم هو المريض حاليا صار عنده ثقافه عامه، يقرا على النت ويشوف ويعرف المفاصل المطلوبه، هو يقول لك اريد كذا نوع كذا نوع. احنا علينا انه نعطيه الاستشاره والنصيحه. نعم. في هذا الموضوع، بس اغلبهم طبعا يطلبوا الشركات الرصينه في بالخصوص هذا. في شركات امريكيه دكتور؟ نعم، خصوصا الامريكيه. طبعا اغلب المرضى يطلب اما امريكي او الماني، اغلبهم يتكلموا هذا الشيء. فأحكي له إنه كذا كذا، في مفاصل أرخص وصناعات أخرى، بس نوصي بالمفاصل الرصينة. بالنهاية أنت تعطي رأيك الطب الموثوق. نعم. من نعم. دافع خبرتك دكتور ومن دافع المؤتمرات والأبحاث. بطول عمر المفصل وعمر المفصل وهل هو حديث أو قديم؟ نتيجة أنواع، حتى الأمريكي في نوع قديم كنا نستخدمه سابقاً. الأمريكي القديم كنا نفتحه سابقاً نستخدمه. دكتور، هل الآن يتم إخراج المفصل؟ يعني الناس تفكر يقول لك راح يطلعوا المفصل القديم ويحطوا بداله مفصل جديد، كيف بيكون؟ هسه حاليا خلع المفصل اول يعني خطوه. تحدث لنا شو اللي قاعد يصير دكتور؟ هسه حاليا بحاول بنظف كل الانسجه حوالين المفصل، لانه هذا صار تراكم السنين وتآكلات حول المفصل وتليفات، بشيلها الان بنظفها نبدا احسن من هذاك، اشيلهن حتى يكون سهوله خروج المفصل، بعديها اشيل التكلسات من عظمه الحرقفه والفخذ ونزرع المفصل كاخر خطوه. دكتور، يمكن أكثر سؤال تنسألوه من المرضى، هل سأعود للسجود أثناء الصلاة بعد إجراء العملية؟ نعم، أغلب المرضى خصوصاً مفاصل الورك يرجعوا يسجدوا عادي
وبس يعني بدها مثلا 6 اسابيع الى 3 اشهر مثل ما قلنا بالنسبه لمفصل الورك. اصلا هو مفصل الورك حسنا تطلع اي شيء مثلا في كندا نعم. نسبه التهابات مفصل الورك او السوفان مفصل الورك عاليه جدا بسبب عدم وجود مثلا نحكي عادات عربيه مثل الصلاه تجلس على الارض. صحيح. هالحالات كثير هناك نشوفها، هالحالات نادره نشوفها في الوطن العربي مثلا بخصوص. يمكن هاي دكتور لصالح المفصل ام تضر في بصحته؟ لا هي بالعكس صالح المفصل. نعم. العادات اللي هي كثرة الركوع بالصلاة مفيدة. نعم. جدا. والله دكتور أنا للأمانة قاعدة أشوف تفاصيل العملية، يمكن صورنا كثير من العمليات خلال برنامجنا، ولكن العملية تحتاج حتى لطاقة دكتور بدنية من الطبيب بحيث إنه يستطيع إخراج المفصل، يستطيع التعامل مع الأنسجة وال. شو رأيك؟ يا بالضبط هي حاليا لانه هذا حادث سير فبالتالي في تكلسات وعامل عمليه كم عمليه سابقه فبشيل التليفات من العمليه السابقه بشيل منها وبشيل عمليات دكتور يعني الان دورك ترميمي الى حد ما اضافه لاستبدال المفصل؟ طبعا بشيل التكلسات لانه هاي تمنع رجوع المفصل مصدر الالم قد تكون مصدر اذا بقت وفيها نقص تروي مصدر التهاب. نعم. فتنظيفها يكون تنظيف كامل شوف المفصل وبعديها نخيط. طبعا. نعم بصوره عامه تبديل مفصل واحد اكيد افضل وصحيا افضل للمريض بكثير. اولا تقل نسبه التجلطات بكل نسبه عاليه جدا. نعم. تكون من شيء شبه معدوم الى نسبه تقريبا 2% اذا عملتي مفصلين نفس الوقت. نعم. هذا واحد. بس بعض الاحيان يعني مريض يطلب هذا الشيء طلب المريض احنا علينا نقدم النصيحه الطبيه انه احتمال يزيد نسبه الالتهاب. نعم. احتمال يزيد نسبه التجلطات يظل هو يقتنع فيها لانه اغلب الاسباب هو يستعجل انه يريد يطيب سواء كان خصوصا هنشوف مفصل الركبتين اكثر من الوركين. صحيح. إذا كان بعمر متأخر تجاوز العقد 70 دكتور هل مثلا ممكن تجروا له استبدال مفصلين؟ متأخر هو نحكي بعد 86 لأنه عمر الشباب ينتهي يعني على 86. يعني بعد 86 دكتور ممكن تعملوا هاي العملية؟ أعمار يعني هي توصيات إنه إلى حد الشيخوخة 86 فوق بس تحت 86 نعم. وطبيعي يتعرض لتخدير عام دكتور في هاي العمر؟ طبعا يشوفه دكتور باطني وناخذ موافقة من دكتور باطني هو لا مانع من إجراء عملية بعدين نجرى عملية عادي بس كله لازم بإشارة دكتور باطني لازم. أنا دكتور ممنونة على هذا الحديث الشيق أخذناك كثير من العملية مع أنك قاعد تجريها في نفس الوقت وأنت تتحدث معنا معكم. نفتخر دائما بوجود كوادر طبية عراقية مشرفة أينما كانت في أي دولة عربية بالتالي هي صورة مشرقة للعراق. نتمنى لك دكتور مسيرة مهنية حافلة ونتمنى أيضا السلامة للمريض اللي معنا. كل الشكر لتواجدك معنا اليوم. شكرا في شكرا شرفتونا صحة وعافية إن شاء الله للجميع والله اللي يشوفكم مكروه. شكرا دكتور شكرا صحة وعافية سلامة هلا.